مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. هذه الجلسه رح نتابع فيها ورح نتكلم فيها شوي صغيره عن الاسترليني دولار. في البدايه خلينا نحذركم من المخاطر عنا باسواق المال او بسوق الفوركس. بهذه الجلسه كانت شوي مفاجاه، وطبعا من وراء الجلسه الصباحيه اللي قمنا فيها منذ 3 ساعات، ولكن هلا صدر عنا اخبار لرفع الفائده طبعا في دوله بريطانيا. فلنشوف هلا شو صار عنا بالنسبه للاسترليني دولار، وخاصه نحن عنا بعض الصفقات وبعض المراكز اللي طبعا تتضمن جي بي بي يو اس دي او العمله البريطانيه. فخليني انا وياكم بهذه الجلسه نشوف التحركات اللي شاهدناها على استرليني دولار، ونشوف شو بنتوقع بالنسبه لنا التحركات القادمه. الفولاتيليتي اللي عم نشهدها على استرليني دولار بالوقت الحالي من وراء السبايك اللي عم نشهدها، اذا بدكم ارتفاع مفاجئ للجي بي بي يو اس دي من مستوى ال 130 50 ارتفاع وصول الى مستوى ال 130 80 ومن ثم انخفاض بشكل سريع. هلا على بلومبرج عم بيتكلموا شوي صغيره عن الفائده في بريطانيا، وعم بيتكلموا انه بنك اوف انجلاند اللي هو طبعا المصرف المركزي البريطاني عم بيتكلم على رفع الفائده في السنوات القادمه او السنوات المقبله. يعني بكل بساطه عم نتكلم اذا بدكم في سنه 2020 2021 عن رفع الفائده، فهذا عطى امل اذا بدكم في البدايه للاسترليني دولار. فطبعا الخبر المفاجئ اللي طلع عنا على بلومبرج هلا اللي هو كانت الفائده في بريطانيا 0.75. فطبعا وبما انه نحن عنا صفقات ومراكز على الجي بي بي يو اس دي، فحبيت دغري نعمل تغطيه مباشره لنشوف اذا هل يا ترى لازم نعدل الصفقه، لازم نعدل وقف الخساره، او هل يا ترى الرسم البياني اللي عم نشهده والفولاتيليتي طبعا طبيعيه. بالنسبه لنا اولا، شو سبب ارتفاع الاسترليني دولار بهال 30 او 40 نقطه في البدايه؟ الامل اللي عطيوه بنك اوف انجلند او مصرف المركزي طبعا الانجلتري او البريطاني، عطى امل لشعبه طبعا على انه رفع الفائده في السنوات القادمه، طبعا يعني واصلين له من مستوى تقريبا 0.75 وصولا الى 1% وال 1.5% لسنه 2020 وال 2021. فشهدنا سبايك رهيبه للسوق طبعا، وهذا السبايك كانت وقفت على مستويات ال 130 80 تمام، ولما رجعنا ارتدينا بشكل مفاجئ لسجلنا القاعي اللي هو 130 22. كيفيه اذا بدكم استعمال هذه الهيكليه او هذا الرسم البياني للمضاربه وللاستفاده من نقاط دخول، هلا رح اتكلم انا وياكم على هذا الموضوع. بكل بساطه نحن اصلا عندنا مراكز وصفقات بيع على استرليني دولار، تمام؟ عندنا صفقات بيع ومراكز بيع على استرليني دولار، ومن وراء رسم بياني الاربع ساعات اللي هو عطيني اشاره سلبيه. بكل بساطة باستعمال في بوناتشي اكسبانشن، خلينا ندخل على رسم بين الساعة. في بوناتشي اكسبانشن من اخر قمة بنضغط وبننزل عليها على القاع، بنرجع بنطلع النقطة على اليمين على القمة على اليمين. فنحن أول هدف لنا على استرليني دولار إن شاء الله رح يكون مستوى ال 100% في بوناتشي اكسبانشن، وهذا المستوى المنتظر اللي هو رح يكون تقريبيا قرب مستوى ال 130 12. خلينا نرجع بس نوسع الصورة، أوكي، لكن على مستوى تقريبا ال 130 12، هذا هو الهدف تبعنا او التارجت كاول هدف لنا اذا في حال نحن عم ننتظر او عم نتوقع انخفاض ثلاث موجات الصحيه اللي هي ويف اي ويف بي ونتوقع انخفاض ويف سي. هلا ما في شك انه هذا الهدف طبعا مش هو اول هدف ممكن نحن نكون في انتظاره، ولكن ويف سي على طول بتكون اكستندد او امتداديه وصولا الى مستوى ال 125% وحتى ال 161%. هلا بكل بساطه نحن الاهداف عندنا، وبنلاحظ انه استرليني دولار من وراء تقلبات ضخمه، شو ممكن نعمل؟ فورا 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 لما نشهد هيك تحركات عظيمه على الرسم البياني، بندخل في بوناتشي ريتريسمنت من اخر قمه لاخر قاع، اوكي، وبننتظر ارتداد السوق وصولا الى مستوى ال 76.4% اللي هي على مستوى ال 130 65. فهلا نحن في انتظار ارتفاع مفاجئ جديد، اوكي. هذه الاخبار اذا بدكم او هذه الاستراتيجيات التداول بنستعملها ايضا على نمفر بيرول. نمفر بيرول او البيانات الضخمه اللي بتصدر عنا بشكل مفاجئ، بكل بساطه ممكن نقدر ندخل في بوناتشي ريتريسمنت من اخر قمه لاخر قاع، وبتكون الشمعه ضخمه، ننتظر منطول بالنا، ننتظر ارتفاع الاسعار عن جديد وصولا من هذه القمه تمام لهذا القاع،
ومن وراء انخفاض مفاجئ ننتظر ارتفاع مضاد لاستهداف مستوى 76.4%. وهنيك بنرجع طبعا بنعزز مراكز البيع مع وقف خسارة أو invalidation level على آخر قمة تم تسجيلها عندي، اللي هو بيكون طبعا invalidation level إذا في حال تم اختراقه بيكون عندي سيناريو سلبي. هذا أول إذا بتكون موضوع حب أتكلم عليه أو استراتيجية تداول. وإنما الأضمن لهيك حالة هي بكل بساطة نحن نرجع نستعمل القمة الرئيسية. القمة الرئيسية على رسم بين 30 دقيقة هو طبعا القمة المستوى 131 اللي هي هذه القمة، هذه القمة الرئيسية وهذا آخر قاع تم تسجيله عندي. فشوفي حال نحن عم نسجل ثلاث موجات تصحية ولكن معقدة complex waves، يعني A B C A. A خليني بس أعطيكم مثل شو عم بقصد أنا بالضبط. عندي أول موجة تصحية A B C اللي هي W، A B C اللي هي تلقب ب W، ومن ثم A B C اللي هي X، ونتوقع ارتفاع ويف Y ومن ثم انخفاض. فبكل بساطة نحن ممكن بهذا الشكل نكون سجلنا A B C W X وارتفاع Y ومن ثم انخفاض. ولكن القمة الرئيسية اللي هو وقف الخسارة اللي نحن عرضنا عليه في البداية، وقف الخسارة لاسترليني دولار، هو على القمة الرئيسية اللي هي طبعا هذه القمة اللي هو مستوى 131.10 1.3110. هذا هو وقف الخسارة في البداية اللي أنا حددته أنا وياكم اللي هو فوق هذه القمة، تمام؟ فبغض النظر عن الموجة المعقدة والكومبلكس ويف اللي ممكن نشهدها هلأ على استرليني دولار، بغض النظر نحن نتوقع تكملة اتجاه الهابط بالمرحلة القادمة. ولكن بتمنى منكم لما تشهدوا بعض التقلبات السريعة ما حدا يجرب يوطي وقف الخسارة بشكل مفاجئ. يعني كتير من الأشخاص وعلى رسم بين الخمس دقائق بشوفوا أنه والله صار عندي تحركات عظيمة على الاسترليني، انخفاض ضخم مثل هذه الشمعة، فورا بيعرضوا وقف خسارة على هذه القمة. وإنما وقف الخسارة الحساس الرئيسي الأساسي منه على هذه القمة، إنما على القمة السابقة اللي نحن كنا حددناها أنا وياكم على القمة على اليسار، تمام؟ هلأ كيف ممكن حدد ارتفاع ويف دبليو؟ وين ممكن نرتفع بهذه الموجة إذا في حال ارتفعنا؟ وطبعا السوق بيكون عم بيعمل شيء اسمه بانيك ويف أو بانيك موف. هذه الويف أو هذه الموجة اللي ممكن هلأ يكون عم بيعملها الاسترليني هي فقط لإصابة المضاربين بالذعر، البانيك موف، وكثير واضحه وكثير طبيعيه بسوق الفوركس. وانما نحن كمضاربين وباحترام وقف الخساره بالمناطق الحساسه ما رح نتاثر بهذه الكومبلكس ويف او بهذه الموجات المعقده. هلا باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن من اخر قاع لاخر قمه للقاع اللي تم تسجيله هلا بالوقت الحالي عندي مستوى ال 125 والمستوى تقريبا 161% فيبوناتشي على المستويات اللي رح حددها انا وياكم هلا. هذا اول مستوى وهذا تاني مستوى، تمام؟ إذا منلاحظ القمة على اليسار ما وصلنا له منكون اللي هو مستوى 131.10، هذا أول مستوى اللي هو مستوى 100.3080، هذا كحد أقصى ممكن أنه يوصل له استرليني دولار بهلأ إذا في حال كفى ارتفاع، ممكن ما يكفى ارتفاع، وكحد أقصى مستوى 130.90 95، تمام؟ ونحن وقف الخسارة عنا على مستوى 1.31.10. فبكل بساطة شوفوا شو اللي بيصير عنا هون، وقف الخساره والانفاليديشن ليفل على مستوى ال 131.10. هلا بيقوم بيرتفع السوق لا سمح الله، يعني لا نحن داخلين صفقات بيع، ولكن اذا في حال ارتفع السوق اخترق مستوى 76.4 وكفى بالاتجاه المستوى ال 130.80 ممكن ينخفض، ممكن يعمل اكستندد ويف موجه امتداديه وصولا الى مستوى ال 130.95. بهذه الحاله شو بيعمل المضارب؟ بياخذ بعين الاعتبار انه مستوى ال 130.95 قرب كثير على وقف الخساره، خلص خليني اغلق مركزي هون. بيغلق مركزه وبشكل مفاجئ بيرجع بينعكس السوق وبينخفض، بكون اغلق مركزه المضارب على القمه. بتمنى منكم بهذه الجلسه، بتمنى منكم لكل الموجودين معنا هلا اكتبوا لي بالكومنت كم مره صايره معاكم انكم انتم تغلقوا مراكز على خساره ومن ثم يرجع يعكس السوق ويمشي بالاتجاه الصحيح اللي انتم كنتم مختارينه. كم مرة صايرة؟ مئات المرات، وانا صايرة معي اكثر من 1000 مرة بالسوق، يعني بالكارير تبعي او خلينا نقول ها 13 سنة اللي بتداول فيها، كذا مرة بيوصل السوق قريب من وقف الخسارة، بغلق السوق بغلق المركز على خسارة، فجأة بشوف شمعة انعكاسية والسوق رجع مشي بالاتجاه اللي انا كنت اخترته، ولكن ما قدرت استفيد منها. وكثير من المضاربين للاسف
بصير معهم هيدي الحاله، بقول والله انا كنت عارف انه السوق رح يهبط ولكن ما قدرت استفيد منه لانه اغلقت المركز على خساره او اغلقت المركز على طبعا قبل ما يلمس وقف الخساره. فبالنسبه لنا وباستعمال فيبوناتشي اكسبانشن انا عم اقول لكم انه ممكن، ومع احترام هذه القمه اللي هي على اليسار قمه الاسترليني دولار، ما تتاثروا بالتقلبات اللي ممكن تشهدوها على الاسترليني دولار ما قبل الانخفاض وتكمل اتجاه الهابط. تمام، فهذه هي النقطه اللي حاب اوصل لكم اياها بهذه الجلسه، واللي حاب اقول لكم اياه انه السوق طبعا صعب، ما في شك انه سوق الفوركس صعب، اسواق الماليه صعبه، ولكن شو الصعب فيها؟ التقلبات، الفولاتيليتي، التذبذبات، كثرة الارتفاعات والانخفاضات بشكل مفاجئ، الشموع الحمر والخضر بشكل غير منتظم. على طول المضارب والمستثمر بحب انه يدخل بصفقه يبتدي فورا يربح. طبعا هي ممكن وارده، ولكن يعني مش كل الاوقات. ممكن انك تدخل بفرصه ذهبيه، تتصيد فرصه ذهبيه، تدخل بصفقه بيع وتبتدي تربح فورا، ولكن معظم الاوقات لازم تغض النظر عن التقلبات وعن الفولاتيليتي وعن طبعا كل الامور اللي عم تحصل بالسوق، وانك تحافظ على وقف الخساره، وانك تحافظ على المستوى او على القمه اللي انت حددتها. ما تغير رايك كذا مره، ما تغير رايك كذا مره. اذا انت عارف انه السوق رح يمشي بالاتجاه الهابط وانت محترم وقف الخساره اللي عرضته، ما تعدل، ما تتاثر بهذه التقلبات. هذا هو سوق الفوركس بكل بساطه، انتم عارفينه، انتم عارفينه، ولكن المضارب لانه بتابع السوق بشكل يومي بصير عنده نوع من القلق، بصير عنده نوع من الديبرشن، بصير عنده نوع من حاله الذعر اللي بتنصاب، وخاصه اذا لا سمح الله هو خسران صفقه بالسابق. يعني اذا انا خسرت مركز وبدي ارجع فوت بالسوق، طبعا رح يكون عندي خوف اكبر، خوف على المركز القادم اذا هل يا ترى هو منيح او رح اخسر عن جديد، او اذا هل يا ترى طبعا لازم اعدل وقف الخساره او امشي مع السوق بشكل دقيق. فانتوا خليكم على الصوره الاكبر، خليكم مرتاحين نفسيا، مرتاحين. الصفقه اللي انت بتخسرها شيلها على جنب ورجع فكر عن جديد بامور ثانيه. حابب انقل لكم، وخاصه بهذه الجلسه، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم استاذ دانيال، عن جديد انا برحب فيك بهذه الجلسه. استاذ عبد الرحيم، بديس، هيثم، سامر، احمد، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا الجلسه. بدي انقل لكم فرصه جديده وفرصه استثمار جديده على اليو اس دي كاد. هيك هيك فتحنا هذه الجلسه، وطبعا اكثر من رائع وجودكم هون. يعني خليني انقل لكم فرصه استثمار على الدولار الكندي. الدولار الكندي ومن وراء طبعا ارتفاعه بهذه الموجة المعقدة او الكومبلكس ويف من قمة ال 136.60 وصولا الى القاي اللي هو مستوى ال 135.09، وهذه الموجة اللي لقبناها بالموجة الاولى، ويف 1، بيج ويف 1، اول موجة اندفاعية ويف 1، ومن ثم A B C، ثلاث موجات تصحية. تمام، ثلاث موجات تصحية، وثلاث موجات تصحية كانت ويف W، ومن ثم دخلنا بويف اكس بشكل مثلث، ومن ثم ارتفعنا بويف واي، دبليو اكس واي، انتهينا منها، وهذه هي الموجة اللي تلقب بالموجة رقم 2. تمام، فالموجة رقم 2 هي الموجة المنتظرة كانت لتعزيز مراكز البيع والدخول بصفقات بيع لاستهداف الدولار كاد لمستويات ال 130 وحتى مستوى يعني ال 125. فبكل بساطه طبعا يعني ممكن انه يكون عندي، اذا بدكم، بعض السيناريوهات المفترضه اللي ممكن يكون عندي ضغوطات سلبيه وبشكل اندفاعي. فالدولار كاد ابتدى بالهبوط على رسم بين الاربع ساعات، ابتدى بالهبوط ومن ثم شهدنا موجه مفاجئه. هذه الموجة المفاجئة من آخر قمة لآخر قاع سجلت مستوى ال 61.8% وايضا تثبيت مستوى ال 50%، فان شاء الله تكون هذه المستويات الاخيره لبدايه الموجه الثالثه الاندفاعيه. فممكن يكون عندي فرص بيع على الدولار كاد من المستويات الحاليه. بتمنى لكل الاشخاص اللي ممكن يكونوا، اذا بدكم، موجودين بهذه الجلسات او عم بتابعوا هذه الجلسات، اذا بدكم تدخلوا بصفقات بيع على الدولار كاد، عرضوا وقف الخساره فوق مستوى ال 134.90 او مستوى ال 135، وعززوا مراكز البيع على الدولار كاد. وانا بتمنى لكم كل التوفيق بهذه الجلسات لتقدروا تحززوا، اذا بدكم، الارباح، وتقدروا تجنوا بعض الارباح بحسابكم التداول. انا بتمنى لكم اكثر من نهار مثمر واكثر من رائع.
من صفحة تكمل العربية على فيسبوك، نحن موجودين على طول للخدمة بأي شيء احتجتوه، بأي استراتيجية تداول أو أي سؤال عندكم إياه. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية، إلى اللقاء.